طيب اخر اخبار الترند، والبدايه بترند الاهلي، وفي كلام مهم جدا بخصوص مباراه القمه السوشيال ميديا ناقشته واتكلمت عليه، والبدايه من حساب يلا كوره. حساب يلا كوره على تويتر بيقول ان في ثلاث عوامل تقرب الاهلي من الفوز على الزمالك: خبره كولر، لان كولر عنده خبره بالمباريات المحليه في مصر عن الكولومبي اخواننا كارلوس اسوريو. كولر موجود من سبتمبر 2022 عكس طبعا اسوريو اللي موجود من حوالي شهرين ثلاثه. الدوافع، بالرغم ان الاهلي حسم اللقب ولكن عنده دافع كبير جدا للفوز على الزمالك واضافه مزيد من الارقام المميزه. وكمان بيتكلموا ان الاهلي عايز يعمل رقم قياسي انه يوصل ل 90 نقطه في الدوري السنه دي. الحاجه الثالثه والعامل الثالث بيتكلموا على الدفاع الحديدي. خط الدفاع تحديدا اقوى خط دفاع في الدوري المصري هو دفاع النادي الاهلي. بالمقابل الزمالك من اضعف خطوط الدفاع اللي موجوده في الدوري المصري. فده عامل من خلال رصد يلا كوره لعوامل الحسم في مباراه القمه. خط الدفاع عامل مهم جدا ل يعني ترجيح كفه الاهلي اكتر من الزمالك. طيب نروح كمان لحساب المصري الرياضي بيقولوا في تفوق احمر تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك. طيب حساب المصري ده بيتكلم على الاحصائيات والتفوق الاحمر جاي منين. الاهلي التقى مع الزمالك في 246 مباراه بجميع البطولات. الاهلي فاز في 108 مقابل 58 انتصار للزمالك، يعني ضعف انتصارات الزمالك الاهلي حققها، وتعادلوا 80 مره. مثلا لو في الدوري لعبوا 125 مباراه، الاهلي فاز 48 الزمالك كسب 27 وتعادلوا 50. في الكاس لعبوا 32 مباراه، الاهلي فاز 16 والزمالك كسب 11 وتعادلوا 5. الاهلي والزمالك في الكاس السوبر لعبوا 8 مرات، الاهلي كسب 6 والزمالك كسب مرتين بس. في كاس السلطان حسين بقى النتائج اللي هي بتاعت مباريات زمان 6 مباريات، كمان دوري منطقه القاهره في 42 مباراه جمعت الفرقتين، ولكن على مستوى دوري ابطال افريقيا لعبوا 9 مرات، الاهلي كسب 6 وتعادلوا 3 والزمالك عمره ما كسب الاهلي في افريقيا. طيب في كاس السوبر كانت مباراه واحده واتلعبت سنه 94 في جوهانسبرغ. دي مجمل مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك عبر التاريخ، وشايفين طبعا الاهلي ضعف الزمالك في عدد الانتصارات. حساب سبورت 360 مصريه بيتكلموا على ان في 11 مباراه متتاليه بالدوري بدون استقبال اهداف. المباراه القادمه الزمالك، يعني بنتكلم على 11 مباراه متتاليه للاهلي كلين شيت، مفيش هدف دخل مرمى الاهلي. وتحديدا عشان نقول التاريخ، منذ لقاء الاهلي والمقاولين يوم 7 مارس لم يدخل الاهلي او لم يدخل في مرمى الاهلي الحمد لله اي هدف. بنتكلم على 4 شهور الحمد لله ما دخلش مرمى الاهلي اي هدف في كل مباريات الدوري العام اللي اتلعبت من 7 مارس لغايه النهارده 12/7. طيب نروح لحساب في الجول، مصدر من الاهلي اللي في الجول: مارسيل كولر هو من طلب عدم تسلم درع الدوري امام الزمالك، الامر لرغبته في عدم تشتيت تركيز اللاعبين في لقاء القمه، وبالتالي تسليم الدرع يكون في مباراه الحرس. الوطن سبورت بيقولوا كولر يستبعد لاعبا واحدا من تشكيل الاهلي المتوقع امام الزمالك في مباراه القمه. الوطن طبقا لمصادره بيقول ان اللي هيكون مستبعد هو محمد فخري، ولكن الله اعلم، هنشوف رؤيه كولر النهارده لما يختار قائمه الفريق. كوره بلس بيقولوا تحديد موقف ثنائي الاهلي من مواجهه الزمالك. الكلام على خالد عبد الفتاح ومحمد هاني، كانوا تعرضوا كده لاصابات طفيفه في المباريات اللي فاتت، ولكن النهارده كولر بيطمئن او بيطمئن على جاهزيه خالد عبد الفتاح ومحمد هاني قبل مواجهه الزمالك. طيب معانا كمان اليوم السابع وبيتكلموا على موقف ديانج من لعب القمه ومهاجم اجنبي مفاجاه يدخل حسابات الاهلي. هناك امل كبير في لحاق ديانج بمباراه القمه في حال تلقي خطاب رسمي ان ديانج اوكي يشارك، خاصه بعد ما تم تسويه المستحقات خلال الساعات الاخيره. والمهاجم الاجنبي عارفين هيبقى مفاجاه، ولكن لكل حادث حديث. يلا كوره، هدف الاهلي. تقارير بتقول ان اتحاد العاصمه بيحاول منع بلعيد من الرحيل. في تقارير بتقول ان مدافع الفريق زين الدين بلعيد مرشح انه يجي يلعب في الاهلي. هو عنده 24 سنه، قدم موسم مميز جدا مع اتحاد العاصمه، سجل 6 اهداف وصنع 3 في 39 مباراه بجميع المسابقات. في صحيفه ناطقه بالفرنسيه اسمها كومبيتيشن بتتكلم على ان زين الدين بلعيد مرشح للانضمام للاهلي، وان اتحاد العاصمه بيحاول يؤمن مستقبل اللاعب ويجدد معاه خلال الفترة اللي جاية. وأنا بقول لكم طبعا هذه الأخبار غير صحيحة. طيب حساب أو الترند المحلي بيتكلم على قرعة تصفيات كأس العالم 2026
بكره القرعه الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. بكره يوم مشحون جدا بالاخبار المهمه جدا اللي تتعلق بالكره الافريقيه. اولا في اجتماع للجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي هتبدا الساعه 1 الظهر بتوقيت القاهره. يليها اجتماعات التجديد النصفي للجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي، في انتخابات على حوالي 8-9 مقاعد من ضمنهم مقعد يخص شمال افريقيا في منافسه ما بين جوهيد جوزيفيف رئيس الاتحاد الجزائري مع عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي، اي منهم هيفوز عشان مقعد شمال افريقيا اللي موجود مع وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي. بعد ذلك قرعه تصفيات كاس العالم المؤهله لبطوله 2026 في امريكا وكندا والمكسيك، القرعه هتبدا الساعه 6 بتوقيت القاهره. مصر في التصنيف الاول، وبالتالي منتخبات السنغال، الجزائر، تونس، الكاميرون، كل هذه المنتخبات الكبرى مش موجوده، والمغرب مش موجوده مع منتخب مصر في التصفيات، في ظل ان المجموعات هتبقى 9 مجموعات، كل مجموعه فيها 6 منتخبات هيصعد منها الاول فقط، وبالتالي مفيش مواجهات مع مجموعات اخرى الا لو حصلت على المركز الثاني ضمن افضل 4 مراكز في المركز الثاني عشان تلعب دور التصفيه وتتاهل منها وتلعب على مقعد في اسيا عشان يكون في منتخب يتاهل من هذه التصفيات. ولكن مصر عندها فرصه كبيره جدا للتاهل من خلال تصفيات كاس العالم في المرحله الاولى. طيب نروح للترند المحلي كمان ونشوف معانا رابطه الانديه المصريه النهارده بتعلن على رحله 74 عام لدرع الدوري. هذه الرحله بتنتهي هذا الموسم. درع الدوري العام هو ابرز علامات الكره المصريه عبر تاريخها من اول سنه 48 لغايه عام 2023. للمره الاخيره سيسلم الدرع الى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل ان يوضع في المتحف ليصبح شاهدا على حقبه تاريخيه للكره المصريه. الدرع ده من اول ما بدا عام 48 كان النادي الاهلي اول بطل ليه، وبعد 74 سنه اخر بطل هيكون للدرع ده هو النادي الاهلي ايضا. الاهلي هو الماضي، هو الحاضر، هو التاريخ، ولكن اتمنى ان الدرع يكون في متحف الاهلي، لان 43 نسخه من 74 النادي الاهلي، يعني انت بتتكلم ما يقرب من حوالي 70% من عدد السنوات كان للنادي الاهلي. طبعا عارفين ان البطوله اتلعبت 64 مره، ولكن احنا بنتكلم على السنوات اللي كان موجود فيها الدوري من عام 48 لغايه دلوقتي. طيب نروح بحساب يلا كوره، والاستاذ عامر حسين بيعلن على الجزئيه اللي كنت بتكلم فيها في بدايه الحلقه. كاس مصر سينتهي الموسم القادم، الموسم الحالي سينتهي في مباريات الدوري وحتى مباريات دور الثمانيه لكاس مصر، ولكن نصف النهائي والنهائي هيتاجلوا للموسم اللي جاي، وده الكلام اللي قاله الاستاذ عامر حسين لاعطاء فرصه لراحه الانديه.